هل سيادة المستشار مطمئن لعدم وجود وساطة في تعيينات النيابة؟ لا أستطيع أن أغضب ربي وأقول أني متأكد بنسبة 100% لسبب أن لا الأمر بيعرض علي ولا أشارك في الاختيارات، فإن قلت لا كنت كاذبا وإن قلت نعم كنت أكذب، لأنه المسألة تتم بعيدا عني تماما. وزير العدل أول حركة دوره إيه؟ تفضل. بعد مجلس القضاء الأعلى الموقر ما يتم اختيارات الدفعة يدونها في كشف ثم يوقع عليها ثم يرسلها لمندوب السلطة التنفيذية الذي هو وزير العدل لكي يرفعها بصفته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عن طريق أيضا مجلس الوزراء. عظيم جدا جدا. بس وبالتالي أنت تضع الآن حلا جذريا لهذه القضية في أكاديمية قضائي. المقصود بإيه الأكاديمية؟ الأكاديمية هي عبارة عن معهد دراسة وتدريب